ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. وراء كل رجل بهيم، ما في شك أن وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم، لكن ما في شك أيضا أن وراء كل رجل عظيم امرأة أجمل، وما في شك كمان أن وراء كل رجل بهيم امرأة أبهم. وإذا ما كان في امرأة وراء هذا البهيم فلا شك بأن هناك وراءه من يدفشه، وهذا الدفيش ليس بالضرورة أن يكون بهيما، لكنه بالضرورة سيكون ابن حرام. وعلى مبدأ ادفشه وشوف ما أجحشه، يمكنك مشاهدة البهائم تسرح وتمرح في البرية الشاسعة أمامك، فتقول لنفسك أنت الشاب اللطيف الحائز على الكفاءات والمشمول برعاية الرب وعطاءاته من الموهبة والذكاء، أنه شو جاب هالبهيم على هالمرعى؟ أنت قلت بنفسك مرعى، وبالتالي فلا مكان لك لأنك ذكي وشاطر. معقولة على آخر الزمان ترمي الفهمانين بهالمراعي ليرعوا بجنب البهايم؟ لا مو معقول. بس إذا بدك من عينك حارس على الحشيش بتسقيه بتقصقصه بترتبه مشان تضل هالبهايم عم ترعى. بصراحة صرنا خايفين يخلص الحشيش ويقوم يموت القديش، وانت بتعرف انه نحن عم ننظم سباق القدش في مطلع العام الحالي، سباق في قوة التحمل للجمهور طبعا. بقى برضاط عليك يا بني، يا أيها الفتى الباحث عن عمل، هيا اسقي العطاش، بخبخ المياه العذبة على العشب الأخضر كي ينمو أكثر وأكثر، وكي تأكل البهائم أكثر وتجتر أكثر وتعلق أكثر، ولا مانع من أن تترنم بأغنية رشرش حبك يا جميل وأنت ترشرش الماء، وبعد أن تدخل غمار العمل ويصبح المرعى غير شكل، بينما البهائم التي ترعى لا توجه لك كلمة شكر واحدة على بخبختك ورشرشتك، ولا حتى رفع قبعة ولا تحية بالإبهام أنه كل شيء تمام. مستحيل، فالبهيم لا يستخدم علم الإشارات ولا يستقبلها أصلا، فهو من الإشارة لا يفهم. وقد كتب بهمانوف الأول مشددا أن البهيم من الإشارة لا يفهم، فهو بهذا يغلق كل محاولة متمردة للبهائم في فهم شيء إشارة. حتى إشارة المرور لا يفهم البهائم عليها، فتراهم يتجاوزون ويطحشون، حتى اخترعوا لهم عصاية عمو الشرطي التي تتضمن ما فوق الإشارات من مخالفات وبهدلات وشفط ديات وخوات وإكراميات. فلا تحاول يا ابني، فتغيير الحال من المحال، ولكنك ما زلت تملك الإصرار وتريد أن تعرف من أين يأتي البهيم كي تسد الطريق وتكتفي بهالكم واحد اللي عندك بالمرعى. حاكم عم يجوك أفواج أفواج على مبدأ أكل مرعى وقلة صنعة، وبالنسبة للصنعة فلا تحدث بأمرها، فالبهيم مستحيل يتقن صنعة، حتى وقت اللي بيجتر وبيعلك وما بيعرف يجتر بينشز بالعلاك، ومع ذلك تريد أن تعرف المنبع من أين يأتون يتكاثرون يتدفقون وبثقة بالنفس يختالون وخببا يمشون وبغرور وصلف مع الناس يتصرفون ولأنوفهم يرفعون وللبوزات يسحبون. يا للسر الذي لن تستطيع مسكه، ويا للغز الذي لن تستطيع حله. لذلك فالأسهل أن تقول طالما أن وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم، فإن وراء كل رجل بهيم امرأة أبهم أو دفيش، وتفشوا وشوف ما أحلى بلبل تقبرني على الصوت شو حسون. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.